السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا يتجدد دائما معنا اللقاء، واليوم لنا حالة خاصة إن شاء الله. لا في حوار مساء اليوم، في حوار مساء بس مميز من نوعه، خاص من نوعه، نتعرف عليه يوم يجي وقته إن شاء الله. إذا مساء إماراتي يتجدد بلقياكم مشاهدي الظفرة. نبدأ هذا اللقاء بعناوين فقراتنا نتابع سوا. اليوم الوطني، فرحة تزين القلوب زمانا ومكانا. الاتصالات، فضاء مفتوح لمشاريع ناجحة. وقرية بلا كهرباء في الهيمالايا والقطب الجنوبي، مغامرات بتوقيع مريم الحمادي. لفت نظري قرية من الكهرباء في الهيمالايا، وصور جدا جميلة. هاي آخر الحلقة اليوم إن شاء الله. أكيد، وخبر مشاهدينا الكثير، المزيد الممتع الجميل اللي لا تصفها الكلمات ليوم، طبعا اليوم الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نتكلم إن شاء الله عن الموضوع في حوارنا المسائي. أما الآن عبد الله وين؟ بننتقل مع الأخت شيماء الشمري إن شاء الله مع موجز الأخبار. مشاهدينا الأفاضل بكل الخير ومسيكم، وأقدم لكم النشرة المحلية لهذا اليوم. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مسؤولية مؤسسات الإعلام المحلية على مواصلة جهود تطوير للارتقاء بمحتوى الإعلام الإماراتي ومخرجاته، مما يواكب النهضة التنموية الشاملة التي تمضي فيها دولتنا بخطى واثقة نحو المستقبل، أسوة بالتطور المتسارع الخطى ضمن كافة قطاعات العمل الوطني وبما يخدم صالح المواطن ويلبي متطلباته. وأشار سموه إلى أن التقدم المتحقق في دولة الإمارات ضمن كافة القطاعات الاقتصادية والحكومية والإدارية لا بد أن يواكبه تطور مماثل في قطاع الإعلام، بما يقتضيه ذلك من اطلاع دائم على أفضل الممارسات الإعلامية العالمية واستخدام أفضل الكفاءات والاهتمام بالكادر الإماراتي لا سيما الشباب وتسخير أحدث التقنيات العالمية، بما يضمن لإعلامنا الإماراتي التفوق والتميز دائما. استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حكيم عجمان في مكتبه في الديوان اليوم السيد محمد البرنوصي قنصل عام المملكة المغربية الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي وسبل توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على تطويرها. حضر اللقاء سعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان اليوم وفد ضم أساتذة وطلبة وطالبات الكلية الدولية للقانون وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الذي قدم التهنئة إلى سموه بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة. ورحب سموه بالوفد متمنيا له التوفيق والتقدم في العملية التعليمية وتقديم المزيد من الفعاليات التي تخدم إمارة عجمان. وأكد سموه خلال اللقاء أن الجامعات والكليات العليا تلعب دورا مهما في خدمة أبنائنا من خلال ما تقدمه لهم من مستوى عال في التدريس والعلوم وتخريج أفواج من المتعلمين، مشيرا إلى أن الهيئة التدريسية هي الأساس في تأهيل الطلبة، حيث تسعى إلى إعداد البرامج والمناهج العلمية التي تؤدي في نهاية الأمر إلى تأهيل الطلبة للدخول إلى سوق العمل. شهد صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان العرض العسكري الذي قدمته القوات المسلحة على كورنيش عجمان صباح اليوم بالتنسيق مع دائرة التنمية السياحية في الإمارة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين بحضور سمو الشيخ عمار بن حمد النعيمي ولي عهد عجمان. كما وشهد العرض إلى جانب سموه كل من الشيخ أحمد بن حمد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حمد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حمد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وكبار الضباط ومدراء الدوائر الاتحادية والمحلية وكبار المسؤولين. الزميل أيمن مصبح سلط الضوء على هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي. بدأت مراسم الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين في إمارة عجمان بعد وصول راعي الحفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حمد النعيمي ولي عهد عجمان ومرافقيهم، حيث كان في مقدمة مستقبليه بالموقع سعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن القوات المسلحة لقيت كل الدعم والاهتمام والرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما ساعد على الارتقاء بأداء هذه القوات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات العسكرية. كما وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بما وصلت إليه القوات المسلحة من تطور وتقدم في مختلف وحداتها القتالية، والتي كان لها أثر إيجابي على قدرة أبناء القوات المسلحة في التعامل مع تلك الأحداث. ثم عزف السلام الوطني وانطلقت مجموعة من الطائرات العمودية تقدمتها طائرة ترفع علم دولة الإمارات وأخرى ترفع علم القوات المسلحة، وكذلك مرور عدد من الزوارق التي حملت علم الدولة والقوات المسلحة، تلاه عروض للقفز الحر شارك فيه مظليون يحملون علم الإمارات وصور أصحاب السمو حكام الإمارات. كما وشهد صاحب السمو حاكم عجمان والحضور استعراضا جويا لطائرة الميراج وأخرى لطائرة F-16 بقيادة طيارين إماراتيين، وقدم فريق الفرسان تشكيلات وعروضا فريدة جسدت قوة وتطور القوات الجوية والدفاع الجوي ومدى كفاءة الطيارين الإماراتيين الذين قادوا سربا ضم 7 طائرات حديثة رسمت في تشكيلاتها الاستعراضية في سماء عجمان مجموعة من الأشكال واللوحات الجمالية والفنية بالألوان إلى جانب رسم علم الإمارات خلال عروضها الجوية الرائعة. وفي نهاية الجولة تلقى سموه هدية تذكارية عبارة عن سيف فضي من نائب رئيس أركان القوات المسلحة تقديرا وعرفانا لتشريفه ورعايته احتفال القوات المسلحة باليوم الوطني الثالث والأربعين لدولة الإمارات. كان معكم أيمن مصبح، قناة الظفرة. أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين بإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على الشارع الواصل ما بين شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، ويخدم هذا الشارع الحركة المرورية بالقرب من مباني المؤسسات الاتحادية بالإمارة، كما يمر بمساكن منطقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي قامت ببنائها مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية و2500 مسكن في قطاع منطقة السلمة. وأوضح الشيخ المهندس أحمد بن خالد المعلق رئيس دائرة التخطيط والمساحة بإمارة أم القوين بأن الدائرة أعدت اللوحات الإرشادية اللازمة للشارع وأضافت الاسم إلى مخططات الدائرة. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم بطولة الدولة لسباق التجديف لطلبة المرحلة الثانوية والتي تنظمها منطقة رأس الخيمة التعليمية ضمن احتفالات وزارة التربية والتعليم باليوم الوطني 43 للدولة. وحصد المركز الأول في السباق الذي أقيم في نادي ضباط الشرطة في رأس الخيمة، وامتدت مسافته 3 أميال بحرية قبالة كورنيش القواسم منطقة رأس الخيمة التعليمية، وثانيا منطقة الفجيرة التعليمية، فيما حل ثالثا المنطقة الشرقية التعليمية بالشارقة، وسط تنافس كبير بين مختلف المناطق التعليمية على مستوى الدولة. استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر المشرفة اليوم فخامة الدكتور أنيبال كافاكو سيلفا رئيس جمهورية البرتغال الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد. جرت لفخامة الدكتور أنيبال كافاكو سيلفا لدى وصوله إلى قصر المشرف مراسم استقبال رسمية، وأجرى سمو ولي عهد أبو ظبي عقب مراسم الاستقبال محادثات مع الرئيس البرتغالي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ورحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بالرئيس البرتغالي والوفد المرافق له، معربا سموه عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار نمو الصداقة والتعاون بين الشعبين والبلدين الصديقين وتطور العلاقات بينهما في مختلف المجالات. عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعه الرابع لعام 2014 صباح اليوم في مقر ديوان سمو الحاكم بدبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة. بدأ الاجتماع بترحيب سموه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم، ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال حيث صادق على محضر اجتماعه السابق واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الهيئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. كما اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه. وقع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين على وثيقة ماراثون رسالة الوفاء للقائد في نسختها الرابعة، وذلك تعبيرا عن حب أبناء الوطن لقائد مسيرة التنمية والحضارة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. جاء ذلك خلال استقبال سموه اللجنة العليا المنظمة لماراثون الوفاء للقائد والذي يقام سنويا ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القوين وعدد من المسؤولين. ووصف سموه الماراثون بالمميز وأنه إحدى المبادرات الفاعلة التي من خلالها يعبر أبناء الإمارات عن وفائهم وحبهم لقيادتهم الرشيدة والعرفان لصاحب المسيرة رئيس الدولة حفظه الله خلال التوقيع على الرسالة التي سيحملها العداءون أثناء الجري في مختلف مدن الدولة. يذكر أن ماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سينطلق في نسخته الحالية من مدينة بدع زايد في المنطقة الغربية باتجاه مدينة العين ثم إمارة الفجيرة، ومنها إلى إمارات الدولة في رأس الخيمة ثم أم القوين وعجمان والشارقة ثم دبي وصولا للعاصمة أبو ظبي. وتبلغ مسافته الإجمالية 1000 كيلومتر ويطوف غالبية مدن الدولة. افتتح سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القوين اليوم معرض الصور الخامس الذي تنظمه جمعية الصحفيين بالدولة بالتعاون مع المركز الثقافي بإمارة أم القوين التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 43. حضر الافتتاح الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القوين وعدد من المسؤولين. وتفقد سمو ولي عهد أم القوين يرافق الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا ومحمد يوسف والحضور المعرض الذي ضم 180 صورة فوتوغرافية شارك فيها أكثر من مصور عبرت عن اتحاد الإمارات وتراثها العريق، كما عبرت عن احتفالات كافة إمارات الدولة بالأعياد الوطنية على مدار الفترة السابقة. واستمع سمو ولي عهد أم القوين لشرح مفصل عن الصور المعروضة من رئيس جمعية الصحفيين الذي قال إن هذه الصور لهذا العام تجسد منجزات الاتحاد وتؤرخ مسيرة دولة الإمارات. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بقصر الرئاسة مع علي عبد القادر مساهل وزير دولة بالجمهورية الجزائرية. تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الجزائرية في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين. شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الحفل السنوي لجامعة محمد الخامس أجدال أبوظبي لتخريج 58 طالبا وطالبة من حملة البكالوريوس والماجستير في برنامج الدراسات الإسلامية. حضر الحفل الذي أقيم على مسرح نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي. حضر سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مجلس أمناء الجامعة ولفيف من المعنيين في مجلس أبوظبي للتعليم والتعليم العالي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخريجون والخريجات من المواطنين والمواطنات. واستمع الحضور إلى كلمة مأثورة بصوت القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد أن أعداد الأجيال على قدر عال من العلم والمعرفة منهج أساسي في تأهيل الموارد البشرية الوطنية التي تستطيع أن تتحمل مسؤولية مواصلة البناء والعمل لهذا الوطن تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والذي يرعى ويدعم كل الجهود التي تحقق الخير والنماء للوطن. أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم حملة إماراتي أينما كنت ضمن الاحتفالات باليوم الوطني 43 لقيام الاتحاد. وتمثل حملة إماراتي أينما كنت دعوة لمواطني دولة الإمارات المغتربين كافة حول العالم للمشاركة بالاحتفالات بدولة الإمارات باليوم الوطني 43 عبر التعبير عن احتفالاتهم بتصوير مقاطع فيديو لا تتجاوز 3 دقائق وإرسالها عبر موقع إلكتروني خاص بالحملة ولاستخدامها في إنتاج فيلم قصير حول احتفالات أبناء الإمارات في بلدان العالم والذي سيطلق خلال شهر ديسمبر القادم. وحظي الوسم الذي أطلقه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إماراتي أينما كنت بإقبال جماهيري كبير ومشاركات مفعمة بالمحبة والولاء والتقدير للوطن، حيث أكد المغردون حبهم اللامحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها، مشيدين بفكرة الحملة التي تستهدف سفراء الوطن حول العالم. حضر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بالحيث النعيمي وزير الأشغال العامة حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة إكهارد ويلكهام لوبكي ماير سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما حضر الحفل الذي أقيم في هيلتون أبوظبي سعادة السفير شهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لإدارة المراسم في وزارة الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة. دعت سعادة السفيرة لانا زكي أن سيب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى عدم تسييس الجهود الدولية المبذولة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، معتبرة أنها قضية عالمية تتطلب استجابة شاملة. ووجهت سعادة مندوبة الدولة خلال البيان الذي أدلت به أمام الندوة الخاصة التي عقدتها الأمم المتحدة أمس في نيويورك بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف يوم 25 من شهر نوفمبر من كل عام، وجهت الشكر إلى بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة لإطلاقه حملة اتحدوا للقضاء على العنف ضد المرأة، مثمنة جهود تيمزلي لامبونينغ كوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وزينب بانغورا الممثلة الخاصة للأمين العام عن العنف الجنسي في حالات الصراع، موجهة الشكر لجميع المتحدثين على وقوفهم أمام العنف ضد النساء في جميع أرجاء العالم. احتفلت جمعية أصدقاء البيئة باليوم الوطني 43 في مقر نادي ضباط الشرطة في العاصمة أبو ظبي، إضافة إلى افتتاحها معرض من تراثي بمشاركة عدد من الجهات والمدارس في الدولة. اشتمل برنامج الحفل على عدد من الفقرات التي قدمتها مجموعة من الطالبات، كما تضمن معرض من تراثي أعمالا فنية ويدوية من إعادة تدوير الورق حول تراث الإمارات الأصيل والتي قام بها طلبة المدارس. فيما عرضت هيئة الهلال الأحمر مجموعة من اللوحات التعريفية بدور الهلال، فيما قدمت كلية الخوارزم مجموعة من الأعمال الفنية لطلبة الكلية من تدوير الورق. كما تم تكريم طالبات المركز الإسلامي الثقافي في العاصمة أبو ظبي. وفي ختام الحفل قام سعادة الدكتور حمدان المزروعي ورئيس مجلس إدارة الجمعية بتكريم الفائزين في مسابقة ثمرة الاتحاد والرعاة الاستراتيجيين والجهات المشاركة. أطلق مجلس أبو ظبي للتعليم خدمة جديدة للمتعاملين إيصال المستخرجات إلى المراجعين، حيث أصبح الآن باستطاعة المتعاملين الراغبين في الحصول على مستخرجات تتعلق بمختلف أنواع الوثائق والمستندات، بما في ذلك شهادة المعادلة الدراسية، أن يحصلوا على معاملاتهم دون الحاجة للقدوم بشكل شخصي لمركز خدمة العملاء بالمجلس وإرسال تلك المستخرجات إلى أماكن إقامتهم. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص مجلس أبو ظبي للتعليم الدائم لتحسين رضا المتعاملين ووضع حلول تسهم في تسريع وتسهيل عملية استخراج الوثائق والمستخرجات المطلوبة. إلى ذلك قال سعود النيادي مدير إدارة خدمة العملاء في المجلس إن رسالة مجلس أبو ظبي للتعليم تقوم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتقديم الدعم اللازم لهم وعدم التسبب لهم بأي إزعاج قد ينجم عن اضطرارهم للحضور إلى مركز خدمة العملاء أكثر من مرة. الآن نتابع آخر إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية بعد الإغلاق الملحوظ لكلا السوقين باللون الأحمر. ومن الإغلاقات إليكم أحوال الطقس في دولة الإمارات، هذه درجات الحرارة في مدن الدولة لهذا اليوم لنتابع. نهاية موجز الأخبار، أشكركم لحسن المتابعة، لكن بعد الفاصل فقرات مساء الإمارات متواصلة وكالعادة برفقة زميلي خديجة وعبد الله. بعد الفاصل اليوم الوطني فرحة تزين القلوب وزمانا ومكانا. ألقاكم على خير. يا مرحبا ملايين مشاهدين الظفرة عبر مساء الإمارات. اليوم حوارنا المسائي مميز وبقوة، ها هي بشائر اليوم الوطني 43 لدولتنا الحبيبة تهل بكل فرح وضياء، ترسم على القلوب قبل الوجوه فرحة لا تشبه أي فرحة أخرى، وهي فرحة تحاكي بعمقها وصدقها هذا البلد الجميل، بلد الأمن والأمان، بلد بمواصفات خاصة. وأكيد قناة الظفرة تستعد بكل فرح أنها تشارك ولو بشيء بسيط في برنامج فرحة الإمارات، هذه التغطية الخاصة وعلى مدى يومين بيكونون الأول من ديسمبر والثاني من ديسمبر لأكثر من 12 ساعة بث مفتوح ومباشر على الهواء معاكم. العمل هني معانا يجري على قدم وساق، مشاهدينا يملأه كل حب هذه الأرض الطيبة، وأكيد بيكون هناك تغطية مباشرة من العاصمة أبو ظبي لأهم الفعاليات، وبعد من مدينة العين دار الزين، وأكيد بعد من دبي دار الحي، والعديد من الفقرات والمفاجآت والفعاليات وأضخم الأفلام الوثائقية. اليوم في مساءنا الاماراتي بيكون معانا في استديوهات قناه الظفره الزميل يوسف المعمري، دوم نحن ننقلها لكم عبر تقارير. اليوم موجود معانا في استديوهاتنا، واللي طبعا سوف يكون في تغطيه من استديو مدينه العين، وبعد معانا الزميل يوسف الكعبي واللي بيغطي العاصمه ابو ظبي. حياكم الله. مرحبا يوسف ويوسف. يوسف ما شاء الله، حياكم الله اخواني. هلا وسهلا. الله يسلمكم. طبعا انتم زملاء اعزاء، ويوسف انت غني عن التعريف، الله يسلمك، معروف ما شاء الله عليك. تسلم. وايضا يوسف يصبح غني عن التعريف قريبا ان شاء الله من خلال قناه الظفره. اكيد بما انضم للظفره. طبعا بدايه انا يعني حاب اقول كلمه باضافه جميله لقناه الظفره، وجود الاخ والصديق الزميل يوسف الكعبي، ونعم فيه نرحب به طبعا في قناه الظفره. نمسي على المشاهدين الاعزاء، نمسي عليكم زملائنا، انتم الابطال، ابطال بس الامارات. الله يحفظك يا رب. نعم طيب اصلك يا يوسف. يوسف طبعا نحن بندخل في اليوم الوطني، نعرف ان احنا استعداداتك انت تسبق الجميع. الله يسلمك. فتخبرنا عن التجهيزات في استديوهات العين ان شاء الله، كيف بتكون؟ التجهيزات طال عمرك، احنا بدينا طبعا الاستعدادات هذه من شهر ونص تقريبا بثلاث كلمات: الله، الوطن، الرئيس. طبعا انا قبل ما اقول اي تفاصيل عن التجهيزات احب اشكر فريق العمل اللي كان معاي، سواء من مصورين، من مساعدين مصورين، كنان وغير كنان، الشباب كلهم صراحه شيء في لليوم الوطني. في الحقيقه تحصل هناك انهم قاعدين يخدمون ويشتغلون بمتعه. نعم. يعني نطلع عمرك من الصباح حتى المساء، هناك خلية نحل قاعدة تشتغل ما شاء الله بكل أريحية. نعم. وما يكون هناك تذمر، بالعكس ولله الحمد. التجهيزات طبعا احنا قمنا طال عمرك بعمل لقاءات خاصة وحصرية لقناة الظفرة مع أهم الشخصيات اللي ساهمت في قيام الاتحاد. جميل. والمفاجأة اللي راح تكون إن شاء الله في اليوم الوطني أن صورنا مع أكبر رجل سنا عاصر. نعم وعاصر. نعم. قبل قيام الاتحاد ما يقارب أكثر من 40 سنة قبل الاتحاد. ما شاء الله. اليوم الرجال عمره فوق 100 وشوي تقريبا، ولكن يعني موسوعة ما شاء الله بحد ذاتها، موسوعة تاريخية يتكلم. يعني المشاهدين لما يسمعون القصة هذه اللي اجتهد عليها المغفور له الشيخ زايد، الله يغفر له ويرحمه ويجمعنا في الجنة، منهج، هذا المنهج ما يبي الساهل. هذا المنهج طال عمرك أخوي عبد الله اشتغلوا عليه طال عمرك القادة. نعم صحيح. ورجال القرن زايد بن سلطان وراشد بن سعيد وكل حكام الإمارات، الله يرحمهم إن شاء الله ويبارك في الباقين والموجودين. آمين. طبعا أنت ما تقصر ومعروف، يعني نشيط، طالب نشيط أنت ما شاء الله عليك. الله يوسف يسألك. يوسف الكعبي، خلني بسألك، أنت انضميت مؤخرا وعن جديد لقناة الظفرة ولفريق العمل، شو يديدك، شو بتقدم لنا؟ أول شيء حبيت أمسي على الإخوان بالخير عبر قناة الظفرة ويعطيكم العافية، ونمسي على عبد الله وخديجة، الله يسلمكم، على حسن الاستضافة، وكذلك اخونا الصغير يوسف المعمري استاذنا حبيبنا. الصغير اكيد سنا، الصغير سنا وكبير عقلا دائما. الله يحفظك يا رب. استعدادات صور تقريبا ما اعتقد اقدر اوصل يوسف، انا بس 5 فقرات تقريبا وصورت، 5 فعاليات بمناسبه العيد الوطني. بيكون في تغطيه ان شاء الله في كورنيش ابو ظبي من 1 ديسمبر و2 ديسمبر، بنغطي بعض الفعاليات الموجوده هناك، القوات المسلحه والالعاب الناريه، وبتكون تقريبا فريق الفرسان بيكون موجود في 2 ديسمبر. نعم. وبنستقبل الضيوف هناك، وهذه بالعكس مناسبه عزيزه على قلوبنا. نعم. مناسبه حب الوطن وحب القاده وحب الشيوخ دائما، تجديد العهد طبعا. نعم. ونشارك فيها الفرحه المقيم والمواطن دائما، فرحه تشترك فيها الصغير مع الكبير. صحيح. ونحن نكون سعداء اذا بثينا رساله نحس ان نقدم جزء بسيط لهذا البلد، مهما نسوي ما نقدر نوصل حق هذه البلد. نعم. تقارير، خبرتنا انك مصور 5 تقارير. نعم. سريعا شو كل وحده منهم؟ انا اختصيت شوي، ركزت على الجانب التعليمي شوي والجانب المهني، اخذت من رياض الاطفال الى المرحله الجامعيه. حلو. اخذت الاشياء اللي تقدمها الدوله سواء للاطفال او لذوي الاحتياجات الخاصه. احب اشارك الفرحه دائما ونشوف تركيز التعليم لدوله الامارات والخدمات اللي تقدمها مستوى التعليم أو مستوى البنية لدولة الإمارات على مستوى التعليم والكادر التعليمي الموجود. نعم. ركزت على رياض الأطفال وصورت المراحل التأسيسية وصورت فيما بعد المراحل التأسيسية اللي هي الثانوية والجامعة. ركزت على معهد بوليتكنيك اللي هو مختص في صناعة الطيران وتدريب الطيران عند الدكتور سليم الشامسي، نرحب عبر القناة هذه. نعم رحب فينا وبالعكس خذنا مقابلات معه وكان إنسان رحب وما قصر، جزاه الله خير، والجهات الثانية كذلك. ربي يحفظك إن شاء الله، أتمنى لك التوفيق في هاليوم. آمين إن شاء الله. الله يحفظك يوسف. نعم. طبعا يوسف أي يوسف؟ يوسف المعمري إن شاء الله، والنعم فيك يا أبو خالد. أبو خالد اليوم الوطني يوم مختلف. نعم. ونحن نعرف انه بالنسبه لك مختلف بشكل كبير. الله اكبر لا شك. وذكرنا طبعا يوسف ذكرنا لنا بعض التقارير اللي مسوينها، شو مفاجاتك هذه السنه؟ ما انا اعطنا منها شويه، لا تخليها كلها حق اليوم الوطني. الله يسلمك، هو طال عمرك احنا كل سنه كنا نطلع من الصباح، لكن هالسنه بنختلف، ان شاء الله هالسنه بكون معاكم على فترتين ان شاء الله. ان شاء الله. العصر بيكونون عندي ضيوف نفس ما قلت لك، عقول وتاريخ بيكون. نعم. ان شاء الله معانا في الاستديو اللي بيكون في العين في استاد هزاع. دعوه لكل العيناويه او كل شعب الامارات، ترجاكم. خلاص قلتها طلعت. كل من تواجد في العين. نعم لكل من تواجد في العين ونرحب بهم. بالعكس نحن ان شاء الله بيكون استديو على مدار ان شاء الله بيكون ساعه من 4 إلى 5، بنستضيف طال عمرك بعض الشخصيات المتواجده في المكان. هناك دعوات ايضا من بعض القيادات في دوله الامارات ان شاء الله اللي بيتواجدون معنا ان شاء الله، وبنكلمهم ان شاء الله. وبشرك ان طال عمرك امس سويت لقاء مع شخصيه في ابو ظبي، هذا موقف حصل واثر فيني انا شخصيا في مدار التجهيزات لليوم الوطني. طلبت تهنئه من رجل عمره تقريبا 87 سنه، ربي يحفظه، كان قاعد الله يذكره بالخير. نعم. فقلت له انا بقول للوالد بغينا تهنئه ومباركه للشيوخ ولشعب الامارات. قال مبارك مو للشيوخ وشعب الامارات، اي شيء قال، حتى الجماد. نعم. على ارض دوله الامارات لابد ان نبارك له، لان احنا في ارض خير. نعم. قال الحلال اللي هو طال عمرك، الله يعز المشاهدين ويعز الحاضرين، ان طال عمرك اليوم في الامارات الحقوق اصبحت حتى للحيوان. صحيح. وهناك رواتب تصرف على ال صحيح. على ال على ال على الركاب وعلى طال عمرك الاغنام وغير ذلك. نعم. الحدائق، الامارات كانت صحراء اصبحت الى جنه خضراء ما شاء الله. صحيح. اليوم طال عمرك قبل فتره في مجلس سيدي اسمه الشيخ محمد بن زايد تلاقيت مع دكتور امريكي، فقاعد اقول له يعني خبرني عن زيارتك الامارات. قال الامارات انا زرتها قبل تقريبا 35 سنه، يوم نزلت فيها ما عرفتها. ما عرفتها طبعا. قال هناك تطور متسارع، قال لكن احنا يعني نحسدكم على القياده الاستثنائيه الموجوده معاكم. الحمد لله. شكرا لك عبد الله. الله يحفظك يا رب. يوسف. زين يوسف الكعبي، يوسف المعمري يدعو مشاهدي الظفره على الهواء انهم يتواجدون في التغطيه اللي بيكون هو ماسكها في العين. استعدادك انت كيف؟ والله انا بكون متواجد في كورنيش ابو ظبي ان شاء الله، وياكم انتم نفس ما تغطون السيد نغطي كورنيش ابو ظبي من 10 ل 10 ان شاء الله. اليومين بيكونوا نفس الموقع. نعم. من 1 ديسمبر و2 ديسمبر، وبنستقبل انا يوسف عنده ضيوف، انا باخذ الناس المتواجدين. نعم. نعم. وبنقل فعاليه حتى الشعب تقتنص الضيوف قاص ما تقص. الله عليك. وندعو الناس بعد تواجد في كورنيش ابو ظبي. بالعكس كورنيش ابو ظبي اول شيء اتساع مساحته. نعم. مساحته كبيره، والتعدد الانشطه يمكن حتى اللي والنشاطات بتكون متعدده، والجهات الحكوميه متعدده، كل شيء في كورنيش ابو ظبي بيكون مميز ان شاء الله. ان شاء الله مميز بوجودك ابو هزاع. الله يحفظك يا ابو خالد. ان شاء الله. لا وعبد الله احنا طال عمرك اليوم الحمد لله يعني قاعدين نستعد باريحيه. ترى شوف في فرق ان الواحد يستعد وهناك تقاعس وكذا، ولكن نفس ما ذكرت اليوم الوطني هناك تنافس. اقول لك انا يعني تليفوني في اليوم يجيني اكثر من 500 اتصال يطلبون طال عمرك تغطيات، يطلبون يعني بس واحد يقول لي ارجوك بيك وين ما تبغى، بس ابى اهني، ابى بقول تهنئه. قلت له قول لي ياخذ التليفون بوصله. بقول لك يعني الحمد لله نحن شعب الامارات تعلمنا الوفاء لهذه الدوله. نعم. الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه ويغفر له، اول ما زرع فينا الاخاء والوفاء. نعم. احنا اليوم لابد ان نرد هذا الجميل، سواء في الاعلام، سواء في الوظائف، سواء الشاعر، الفنان، الكاتب، المذيع، الكل سواسيه. طبعا عندنا نحن مصورين بعد اللي معانا يوم اطلبهم في اوردر لتغطيه حدث وطني كذا، يروح فرحان طبعا مستانس، هو محتفل، يروح محتفل طبعاً، ما يروح مصور. زين اذا انت تطرقت شويه قبل للعمل الاعلامي، نعم، انت كاعلامي بالنسبه لك شو هي المتعه في هذا المجال؟ المتعه في المجال الاعلامي، نعم، ان طال عمرك نلامس الناس عن قرب. نحن طال عمرك اليوم كاعلام نتحمل مسؤوليه كبيره. الاعلام هو سلاح ذو حدين، نعم، هذا لا يختلف عليه اثنين. يا انك تكون انت وسيله خير لهذا المشاهد، يا انك تكون له وسيله شر. نعم. احنا اليوم ولله الحمد في دوله الامارات، تحيه لكل الاعلاميين على ارض دوله الامارات، يتمتعون بالخير، بالشيء الطيب. تكفي الابتسامه، يوم يبتسم يبث فيك روح الطمأنينه. صحيح. نعم. اليوم احنا طال عمرك في دوله الامارات قيادتنا امامنا، قيادتنا معانا قلبا وقالبا، قيادتنا أهل السلم والسلام، أهل الأمن والأمان، ويتابعونا نعم. ويوم يشوفوننا مرحب يعني رحبوا بك ويشكرونك على تقرير، وينشدون على فلان لو ما ظهر ولا ما كان طبعا موجود. لو اتأخر فترة بسيطة، صحيح، ما دريت إلا طال عمرك ياك التليفون، نعم، وين فلان؟ ما شفناك الأسبوع الماضي. فبالعكس الحمد لله نحن في دولة الإمارات مثل ما قلت لك أن الإعلاميين الإماراتيين إحنا لابد أن نحتذي ويكون قدوتنا قادتنا في معاملتهم مع الناس، الطيبه، الكرم، السياسه الطيبه، وان شاء الله ان احنا نتوفق ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طبعا نحن ندري ان انت حاصد على لقب من الاوائل، تخبرنا عنها. الله المستعان. اوائل الامارات. اوائل نعم. الامارات طبعا. هذه مبادره كريمه من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الله يحفظه ويطول عمره. طبعا هذا الرجل يعجز لساني عن وصفه، وهو علم، نعم، عالمي، نعم، وليس على مستوى الامارات فقط. يعرف كيف يلمس هموم المواطن بغض النظر. انا الحين انا اكلمكم كمواطن، نعم، كمواطن اماراتي. قادتنا يوم طال عمرك يقدمون خدمه لهذا المواطن، قبل ما يقدمها يفكر هل بتفرحه ولا لا. صحيح صحيح. فطال عمرك الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه لما أصدر هذا القرار، والله إني بكيت من الفرحة، لأن إحنا نبحث عن التميز. نحن اليوم هو نفسه، هو هذا القائد وهذا الحاكم يقول أنا لن أرضى إلا بالرقم واحد. نعم. صحيح. نحن اليوم كشعب نتنافس على الأرقام هذه. الرقم صحيح. ولله الحمد الزملاء والأخوة والأحبة اللي نعرف واللي ما نعرف نشكرهم طبعا في السوشيال ميديا، رشحوني أول مذيع إماراتي يقوم بتوثيق القبائل الإماراتية. صحيح. إعلاميا، وأيضا أول لقاء وكان في مفصل عند الشيخ أحمد بن طحنون عن الخدمة الوطنية، وأيضا في 2005 كان توثيق أول مذيع يوثق الشخصيات الإماراتية اللي ساهمت في قيام الاتحاد. ما شاء الله. طبعا توثيق موسع جدا كان، وكان برنامج تلفزيوني. وجزاهم الله خير، رشحونا يعني الاخوان في التويتر في الانستغرام، ويتنا هناك تواصلات وكذا، وجزاهم الله خير. انا اشكرهم طبعا، واستغل اليوم مساء الامارات اني اوجه لهم رساله شكر. الله يحفظك، واشكرهم على نتمنى لك دوم احنا التوفيق، ودوم دائما من الاوائل. بنروح شويه حق الكعبي. في الان انت المجال دخلته صح؟ نعم. شو النيه؟ أول شيء يعطيك العافية أبو خالد. الله يسلمك. ما شاء الله عليك، كرت الجو كامل. حبيبي حبيبي. إن شاء الله إذا الله حيانا ووفقنا في هذا المجال، نحن موجودين في هذا المجال على أساس نكون في شفافية دائما. نعم. ننقل ما هو موجود من المجتمع الإماراتي ومن الشعب الإماراتي إلى المشاهد عبر الشاشة. نعم. ودنا نقدم البرامج اللي هي تساهم في التطوير، لأن خطة الإمارات 2020 و2030 خطة تطويرية أن منافسة العالم. نعم. ونحن دائما نطمح للمركز الأول. صحيح. في كل شيء الحمد لله، سواء على المستوى التعليمي أو على مستوى الصناعات. نحن اليوم الحمد لله في دولتنا متقدمين، والقنوات هذه قناة الظفرة تقدم الجهد، واشكر أستاذ هاشم عبر القناة هذه. الله يحفظك. الثقة الذي وضعها فيني، واستاذ منذر كذلك ما انساه، قال انت دائما بتوصل لمرحله من النجاح، ونحن متاملين فيك خير. وانا ان شاء الله كلنا متاملين فيك خير. الله يجزيك خير. ان شاء الله يجزيك خير، ما تقصر يا عبد الله. ونتمنى نحن نقدم كل ما بوسعنا، وكل ما ينجح في هذا القناه، وكل ما يخدم المجتمع بشكل عام ان شاء الله. نعم. اليوم انا بسمي مطلق لقب على الاعلام. الإعلان يبث من دولة الإمارات والإعلام من قناة الظفرة هو الإعلام بالضمير الإماراتي. الله أكبر. نعم جزاك الله خير. هذا بس أنا بخبرك سر عن أبو هزاع. أبو هزاع طال عمرك إذا حط شغلة في باله عشان يوصلها يوصل إن شاء الله. ونحن بعد داعمينك ونحن وياك. الله يسلمك. رجل مبدع ورجل مثابر أقول لكم مهتم. نعم. يعني لا طال عمرك لو جيت مثلا وأعطيته خيط بسيط من موضوع تحصل هذا الرجل يبحث ويبحث ويبحث حتى يصل. تسلم يا ابو ولكن لا تتصل حتى تصل. زين بما انك انت عندك هدف بتوصل له يوسف الكعبي نعم. وتكلم يوسف المعمري عن السوشيال ميديا، نعم. عندك خطه بتتبعها مع يعني تواصل مع جمهورك، انت قاعد تبني جمهور الحين توصل رساله بما ان الاعلام يتصدر نعم. او الوجه المتصدر لاي رساله اعلاميه، ففي خطه معينه استراتيجيه عبر السوشيال ميديا؟ خديجه خاف ان الخطه بيعطيها حق ابو خالد. لا نحن عادي نحن متعاونين. والله شوفي دائما نحن لازم نبحث شو محتاج لنا الشعب او شو محتاج لنا الشباب، نحن دائما نعم. نبحث عن جيل الشباب. نعم. يوسف مركز على شوي الشيبان والتراث هذا الله يحفظهم. بركه الدار هاي بركه الدار واساسنا، ونحن دائما نقتدي فيهم ونتعلم في مجال السم. انا احب ابحث مع الشباب، احب اطالع الشباب شو محتاجين، شو اللي يطمحوا له، نشوف شو سلبياتهم ونبحث عن ايجابياتهم، دائما نحب نطور فيهم. نعم. وان شاء الله نحن نسعى عبر القناة هذه أن نوصل لطموح الشاب إن شاء الله، خاصة حتى لو يبون في السياحة بعد سياحة حول العالم حاضرين من هواة السياحة أبو هزاع ما شاء الله. طال عمرك ذكر أن نحن مهتمين في بركة الدار الشباب. نعم. طال عمرك نحن ما نستغني عن الشباب. نعم. بالعكس يعني أنا اليوم عندي يعني عماد المستقبل طبعا طبقة من الشباب متواصل معاهم حتى في أثناء إطلاق مبادرة أوائل الإمارات. جزاه الله خير الاخ احمد الظاهري ابو ميثه هو اول شخص دعمني يعني جزاه الله خير وتواصل، ورجل شاب وطموح. هذا يعني يعطيك مثال بسيط. الشواب طال عمرك ما بطالب علي يمين، في كل قعده اقعد فيها مع شايب والله اطلع بمعلومات قيمه انا استفيد منها. صحيح. مجالس مدارس هذه المعلومات طال عمرك انا انقلها طال عمرك على الشباب اللي انا معاهم اللي في سني طال عمرك، انقلها مثلا اذا دعيت اقدم مثلا حفل في مكان جامعه او كانت مؤسسه حكوميه او خاصه، الطاقه هاي اللي اخذتها انا من الشايب انقلها طال عمرك الى الناس اللي انا الجمهور اللي انا ساير له. طبعا اليوم طال عمرك الناس حاطه ثقتها فينا نحن كاعلاميين، احنا طال عمرك لازم نستغل كل فرصه نحصلها. صحيح. لازم نروح ندور فيها على شيء مفيد عشان نرجع لهم بفكره. اليوم نحن طال عمرك نستعد ايضا للدوره الجديده بعد اليوم الوطني. نعم. هناك طبعا قناه الظفره في برنامج بركه الدار، وان شاء الله بكون انا المذيع لهذا البرنامج. إن شاء الله. وهذا البرنامج نفس ما ذكرت انت، الطاقه هاي ناخذها منها نعم. ونوصلها الى الاجيال القادمه. وارد واقول الله الوطن الرئيس، الولاء والانتماء والاخلاص. قالوا دوم يعني. اذا كان موجود في الشخص هو ناجح، هو ناجح إن شاء الله. هو فرحان، نعم. هو مستانس، لأن إذا فقدت الأمانة في الإنسان والولاء هذا يصبح هذا ميثاق الإعلام. الله أكبر. هذا الميثاق العملي. طبعا بنختم، وصلنا تقريبا لنهاية الفقرة ولا يمل منكم طبعا والجمهور دائما يعني بيستمتعون معكم، بس بسرعة نعم ماذا تعدون المشاهدين في اليوم الوطني؟ اليوم الوطني أوعدهم إن شاء الله أني أطلع بلوك جديد ان شاء الله، اللوك الاماراتي بمظهر وليس لوك على طار الاماراتي عرفت. نعم اوكي بالكشخه الاماراتيه. نعم. بنظهر عليكم نعم. بكشخه اماراتيه نعم. ان شاء الله. طبعا ما بحرق المفاجاه، بيكون اللبس الاماراتي اللي قبل 250 سنه اللي كان يلبس ايام قصر الحصن. بنطلع عليكم ان شاء الله بمعلومات جديده، ضيوف ما كنتوا تتخيلون انهم في يوم من الايام يكونون في استديو، عندهم معلومات، عندهم كل خير، فيهم حب واخلاص لهذه الارض الغناء. نعم. ان شاء الله انه يكون ان شاء الله يستمتعون فيه. اكيد ما تقصر. يوسف الكعبي شو بتقنص لنا من الكورنيش؟ ان شاء الله الكورنيش بننقل كل الفعاليات ان شاء الله، بركز على اطفالك ان شاء الله. شو بتلبس؟ بلبس لبسي هذا انا اعتاد عليه دائما اللبس الاماراتي. شو اللوك بيكون مالك؟ بيكون اللبس الاماراتي ان شاء الله. طبعا كل الشكر لكم، نحن اكيد ندري ان بنكون يعني منظومه خليني اقول كامله ل 12 ساعه على الهواء، بنكون مع مشاهدي الظفره لايام الاول والثاني من ديسمبر، فتابعونا طبعا مشاهدي قادمة بيكون في مفاجآت وفقرات وأفلام وثائقية مميزة. كل الشكر لكم، نورتونا. نشكر المخرج رولون والشباب الموجودين كل فريق العمل، شكرا لهم. الله يشكرك لك شكرا. إذا مشاهدينا نشكر الزميل يوسف المعمري والزميل يوسف الكعبي. يتجدد اللقاء معكم ولكن فاصل ولنا عودة. طبعا كل الشكر للزميل يوسف المعمري والزميل ايضا يوسف الكعبي، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في اليوم الوطني. اما الان مشاهدينا ننتقل معكم مع السوشيال ميديا، نذكر ببرنامج التواصل الاجتماعي الواتساب على رقم 056-153-8644. طبعا تعليقاتكم، صور، فيديوهات، ونركز بشكل كبير على اليوم الوطني. اما ايضا جائزتنا الاسبوعيه اللي هي بقيمه 1000 درهم بتكون تقدمه قناة الظفرة يوم الخميس اللي هو باكر إن شاء الله. إن شاء الله مشاركتكم طبعا تسعدنا، وتواجدكم الدائم معنا مع قناة الظفرة يفرحنا، فلا توانون بإرسال الفيديوهات وخصوصا إلى اليوم الوطني إن شاء الله. طبعا خديجة، شو بتاخذينا اليوم أول شيء عندنا؟ في اليوم عندنا عبد الله، نحن مشاهدين بنشوف حركات خطيرة جدا بس ما يسويها يا مشاهدينا إلا المحترفين. محترفين نفسي يعني طبعا. استغفر الله العظيم. إذا نشوف هذه المحترفين إذا عبد الله يقدر يسوي نفسهم أو لا في الفيديو التالي. يلا. شو باتمان هذا؟ شو باتمان هذا؟ مش محترف اليوم على طار باتمان. لا تسويها؟ لا هاي باتمان، اقول لك باتمان هاي مش محترف. انزين زين، خلينا ناخذ اطفال الحين. هاي احسن، يمكن طبعا مشاهدينا اقرب لك من المحترفين. نعم، خلينا في الاطفال افضل من المحترفين. مشاهدينا طبعا الاطفال هم احباب الله. طفله جميله تنام وتصحو على انغام الموسيقى، خلينا نشوفها ويا بعض. شوفي ما شاء الله عليه، الحين هي صحت وعت مرة على صوت الموسيقى. الحين بترقد، توقعين بترقد ولا ايش السالفة؟ هي عندها أذن موسيقية ويمكن تطلع فنانة أو عازفة. لا فعلا عبد الله، يعني لا نستهين بهاي الأمور لأن نعم. يعني هاي علامات وإشارات تبين ميول، رغبات، هوايات الأطفال من الصغر يعني. بس أتمنى أطفالنا ما يميلون للغنى والموسيقى. غذاء الروح ما عليه يعني، غذاء الروح بس النوعية شوية يعني، احنا نخلنا شوي نعبيهم من صغر شوي اشياء يعني ترفع من قيمهم. ان شاء الله حاضرين. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا، من الاطفال الى النظام، ومن اهم القيم التي يجب ان نعلمها للاجيال القادمه مثل الطفله اللي شفناها. شفتي كيف قلت لك القيم؟ ولا اول شيء اول شيء خاطري اقدم شيء دون مقاطعه. لا ترى على طاري كنا نتكلم عن نعلمهم القيم وانت انتقلتي لفقرتك على طول مره مع القيم. اذا مشاهدينا طبعا الاجيال القادمه نعلمهم القيم، ولعل اليابان احد الدول اللي ضربت مثل كبير في النظام. مدرسة تدرب تلاميذها على كيفية التعامل مع وقت الزحام، خلنا نشوف. انزين شوفي الحين هم ما شاء الله يعني تدريب على ما شاء الله صارية، ويدربونهم تدريب عسكري. هذا هو يعني اعتقد ان في زحام بمعنى مجموعه من الاشخاص، نعم، فانهم يلتزمون بخطى، بالتزام بالاوامر الموجهه لهم. نعم، لكن توجه رائع. شوف ما شاء الله، شوف الدقه في نعم تناسق، انسجام، وتماهي في النظام. طيب شوفي رادين الحين يرجعون لورا ونفس الشيء، ما في خربطه، ما في. يا اخي النظام غير يعني هم الآن بتوجيهات من قبل أحد الإخوان اللي هو يوجههم من خلال موسيقى أو من معلومات صوتية. يعني يمكن عبد الله هذا عبارة عن فيديو أو يمتع الناظر، نعم، بس فعليا ترويض العقل صحيح. على النظام، الالتزام بالأوامر والتوجيهات يفيد حتى المستقبل. من ذلك يقولون البناء هو دوم تبنين، ما يصير أنك تين مرة واحدة وتصبين على الواحد، لازم يكون في بناء بشكل أساسي من الأساس صحيح. إلى النهاية. نعم. الله يوفقكم. إن شاء الله ننتقل الآن إلى أخبار الصحف. اليوم شو عندنا من أصحاف؟ طبعا اليوم طالع أهم عناوين الصحف الإماراتية الصادرة لليوم الأربعاء، ونبدأ جولتنا من صحيفة الرؤية حيث نرى طالب المجلس الوطني الاتحادي أمس بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها عبر إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمال اللغة العربية تحدثا وحتى كتابة. ترأس المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر رئيس المجلس محمد أحمد المر هذا ودع المجلس الوطني إلى زيادة الدعم المالي الحكومي لكل المؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية. طبعا أيضا تعزيز اللغة العربية لغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، دعم وتنمية المبادرات الخاصة اللي نقوم بنشر التوعية بأهمية اللغة العربية، المحافظة عليها في مواقع الشبكات الاجتماعية وفي مقدمتها فيسبوك، تويتر، وأيضا لنشر التوعية حول أهمية اللغة العربية. هذا بالإضافة إلى قرار المجلس بإعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس. بالتوفيق. طبعا لغتنا العربية من أهم اللغات اللي موجودة على الأرض، نعم، وعلى هذه الأرض الطيبة. أنا صراحة أحب اليوم بقرأ شيء عن السيارات. أنت تعشق السيارات. ومتواصلين طبعا شباب عن السيارات، بنخبرهم هذا الخبر طبعا نعم. اللي هو من صحيفة البيان، بنقرأ عليهم أنه ينطلق اليوم إن شاء الله معرض الشارقة الدولي للسيارات اللي يستضيفه وينظمه مركز إكسبو الشارقة، يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري بمشاركة أشهر الماركات العالمية من السيارات، ذلك تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وفيما تشارك العربية للسيارات بجناح يمتد إلى 1200 متر مربع. يعرض المركز الميكانيكي للخليج العربي 24 سيارة من طرازات رولز رويز، بي ام دبليو، وميني كوبر، وتضم أحدث سيارات رولز رويز المصممة حسب الطلب. يعد معرض الشارقة الدولي للسيارات الذي ينعقد مرة كل عامين أحد أبرز المعارض للسيارات في الشرق الأوسط، حيث تشارك فيه كبرى شركات صناعة السيارات العالمية ووكلاء التوزيع لعرض مختلف أنواع السيارات وأحدثها، ويستقطب المهتمين من محبي السيارات من مختلف الفئات والأعمار من الإمارات وبقية دول المنطقة، وذلك كله للاستمتاع بمختلف أنشطته وفعالياته المتنوعة التي تلبي رغبات الكبار والصغار. إذا مشاهدينا كانت هذه أخبار الصحف لليوم الأربعاء، وبعد السيارات المزيد من فقرات مساء الإمارات، ولكن فاصل قصير ولنا عودة. عدنا إليكم مشاهدينا، ونشكر زميل يوسف المعمري كان معنا طبعا على الهواء وكان معنا أيضا عبر الشاشة. وننتقل الآن إلى فقرة مشاريع ناجحة عندما يصبح الحلم يعني أعند من الزمن والتحديات أيضا، ويصبح الشغف هو نورك إلى آفاق الغد، همة ومثابرة وركض عبر ماراثون الحياة طويل بلا كلل أو ملل. لابد أن يكون النجاح والتفوق هو الميدالية الذهبية اللي تمنحها لك طموحاتك في النهاية. السيد سيف عبدالله بن يوخه حمل كل تلك المعاني عبر نجاحه في مجال شركات الاتصالات. يسرنا وعبر مشاريع ناجحة أن يكون في ضيافتنا رئيس مجلس إدارة شركة هاي فون تيليكوم السيد سيف عبدالله بن يوخه. حياك الله أستاذ. يا هلا وسهلا أخوي عبد الله. مساء النور والسرور. ونعم فيك. أستاذ سيف، ببدأ معاك أنا يعني سؤال فضولي شوي، لماذا مجال الاتصالات كمجال أعمال؟ بصراحة أنا كانت بدايتي في عام 1994 ما شاء الله، وهو بداية الاتصالات وبداية دخول عصر الجي اس ام. نعم صحيح. والتكنولوجيا الاتصالات، فكانت من البداية وأنا شفتها وكان شغفي من الصغر في مجال الاتصالات ودخل الوقت هذا، فأنا حبيت أني أدخل في مجال الاتصالات من أوائل الناس اللي دخلوا في هذا المجال. ما شاء الله عليك. نعم. زين، هذا مجال مليء بالمنافسات، يعني شو التحديات اللي واجهتها حتى أنك تستطيع تثبت نفسك داخل السوق؟ بصراحة التحديات كبيرة وعراقيب كثيرة. صحيح. واجهتنا في هذا المجال، من ضمنها يعني صراحة الشخص لازم يكون متواجد على عمله. نعم. وكذلك لابد يكون عنده ثقافة عملية في مجالات كثيرة ومتجددة. نعم، ولازم يطلع على كل شيء جديد. نعم. من في عصر التكنولوجيا. صحيح. نعم. طب احنا نعرف بشكل عام أي عمل تجاري، يعني في ناس يلعبون لعبة الأسعار. نعم. أو لعبة المواصفات للمنتج. شو نعم. لعبت أي لعبة والله في البدايات؟ صراحة أنا الثروة الحقيقية اللي أنا أشوفه مش الأسعار، أشوف الخدمة المميزة. نعم. النوعية وكذلك خدمة والتواصل مع الزبائن والكستمر. نعم. وتربية الزبون لهذه الشركة، خليه يكون مرتاح لكافة الأمور اللي هي حتى يصبح له ولاء مع هذه الشركة. نعم. صحيح. نعم، يرتاح مثلا، ما ينظر للسعر. صحيح. ينظر للخدمة المميزة. نعم. فهذه أنا هدفي أني أقدم الخدمة المميزة، ومن ثم الامور الثانيه تجي يعني من الذكاء التفكير. نعم. بهي الطريقه. معانا شيء بتراوينا اياه من هاي فون تيليكوم. بصراحه انا قبل فتره قلت لازم اكون اعمل حاجه تكون مميزه. نعم. فعملت حاجه دخلت السوق جديد، هو عباره عن منتج اسمه اي سيف. نعم. الاي سيف هذا على اسمي بس بالانجليزي طبعا. جميل. انا الحمايه لو ثبته شوي بس على الكاميرا. نعم. نعم. نشوفه مع الكاميرا. اي سيف. اي سيف. نعم. كذلك هذا هو عباره عن باور بانك. نعم. يعني مثلا شخص طالع الصحراء او طالع البحر او شيء، فهذا يغني عن التشارج، يعني مثلا. نعم. كهربائي تشيله معك. كذلك وين تم تصنيعه؟ تستخدم بصراحة هو من تصنيع أول شيء من هونغ كونغ، ومن ثم في مصانع الصين. نعم. يعني البراند، فعملت أنا البراند باسم الشركة وسجلناه في وزارة الاقتصاد. ما شاء الله. نعم. والحين الحمد لله يعني قاعد ينتشر في الإمارات ودول مجلس التعاون، وقاعدين نطلع على الميدل إيست. ما شاء الله. ما عليك أمارة، ممكن أشوفه؟ نعم، طال عمرك. هذا فيه قطعة شاحن. اها، كنت بسالك عن الشاحن. نعم نعم نعم. الشاحن هذا يشتغل على كذا. نعم. لا مش يو اس بي، هذا شاحن تشارج، توضعينه هني والطرف الاخر. نعم نعم. ومن ثم حق اي جهاز عندك ممكن القطعه اللي تتماشى مع الجهاز. نعم. اللي نعم. حتى ممكن تشغلين على الايباد. نعم. ينشحن من الايباد؟ لا لا، يشحن. تشحنين حق الايباد. يشحن. وهو كيف ينشحن؟ كهرباء عادي. بالكهرباء. كم يتحمل من ساعة؟ خلني أقول يتحمل تقريبا عندك 10 ساعات يتحمل. 10 ساعات. نعم 10 ساعات يتحمل، يعني الآيباد إذا فض عندك 3 مرات تقدرين تشحني. ما شاء الله. جميل. نعم. حلو. بالنسبة للأسعار طبعا متفاوت عندنا نحن فيه من ال 5000 ام بي لغاية ال 20000. السعة. نعم. السعة الاستيعابية. في أشياء بسيطة صغيرة. نعم. وفي اشياء اكبر عن هذه 20000. يعني ممكن عندك يومين يشتغل عندك. متوفر وين؟ متوفر عندنا في افرعنا، في المولات موجوده عندنا. افرعنا. نعم. ايضا عن طريق النت ان حد يقدر انه يتواصل معاكم. نعم، عندنا على الويب سايت كذلك ممكن يطلبونه، او على موقع suq.com. جميل، رائع. طب الان المقومات اللي يحتاجها الطامحون الى الدخول في العمل الخاص، الان ناخذ منك احنا معلومات تفيد المجتمع وتفيد الشباب اللي حابين يدخلون في العمل الخاص. شو المقومات اللي لابد انها تتوافر في الشباب اساس يقدرون يدخلون في هذا العمل؟ طبعا المقومات الاساسيه، حب هذا الشخص لهذا المشروع اللي يبغي. يعني اذا كان حاب هذا المجال فلازم يطور نفسه فيه، مو مجرد انا بفتح شركه او مشروع معين وبس مجرد ان يكون عندي مشروع. لا، هذا خطا كبير. لازم تكون حاب هذا المشروع على اساس تنجز وتحصل من وراه مردود. نعم. يعني كذلك يعني الاتجاه في اختيار المشروع لازم يكون سهل ويعني في مجال مو موجود يعني عند ناس ثانيين كثيره. نعم. تحاول تتميز في هذا المجال اساسا انك تنجح كذلك، ولازم تعطي نفس وقت. يعني فينا اشخاص يفتحون مشروع ويبغون خلال فتره بسيطه ينجحون، هذا خطا. لازم تصبر على مشروعك ولين ما يكبر حاجه حاجه، وبعدين من ثم انك انت تحصل المرض. صحيح. نعم. طبعا يباله وقت. زين، بعيدا عن الحب، الدعم ان كان مادي او معنوي من مؤسسه محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، كيف دعمت الهاي فاند تيليكوم؟ بصراحه دعمونا هم ماديا ومعنويا. نعم. ساعدونا في اشياء كثيره، من ضمنها يعني مساعدات في مجال الرخصه التجاريه، كذلك في الضمان البنكي. جميل. دفع الضمان البنكي شالوا عنا، كذلك المشتريات الحكومية. نعم. لنا 10% من الجهات الحكومية، 10% نقدر نبيع حق الجهات. وكذلك المعنويا دائما معانا، وزيارات ومتابعات واتصالات ومساهمات ومشاركات في اجتماعات وندوات. يعني بصراحة المستقبل لهاي فون شو هو؟ المستقبل العالمي صراحة اسمه. نعم. اسمه هاي. ان شاء الله نبغي صراحة احنا نبغي نتوسع ان شاء الله، ونكون خارج دولة الامارات، ونتمنى ان شاء الله ان نكون للعالمية. يعني طموحي ان الشركة تكون اسمها موجودة في كل مكان ان شاء الله. استقصدت تختار اسم هاي فون؟ نعم، كدعاية قريب لاسم آخر. والله صراحة يعني إذا تقولين الكل يقول هايفون اختياره من الآيفون، بصراحة الشركة مالي طلعت قبل الآيفون. لا يجب تنويه على هذا الموضوع فعلا. نعم. لأن الناس ممكن تتحرى أنه تقليد أو لا تقريب أسماء. الاسم كان قبل الاسم الشركة الآيفون. نعم. فبعدين طلعت هي الهايفون. الهايفون طبعا سوري، الآيفون. الآيفون طلع الهايفون هي القمة يعني. نعم. قمة الفون. الفون. نعم. وكلمة هاي متعددة الاستخدامات، هاي بمعنى مرحبا، وهاي بمعنى العلو والرقي، أيضا لها أكثر من معنى، فما شاء الله منظومة يعني. نعم. لوجو جميل. ربي حفظك. هل هناك أي إضافة تحب تضيفها؟ بصراحة أنا شاكركم على هذا اللقاء، وأنا أوجه كلمتي للشباب المستثمرين أنهم يثابرون ويستمرون في عملهم، ولا يعني يفكرون أن إذا مشروعه ما نجح أو تعرف مشروع ثاني. وان شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والدوله تدعم بكل ما اوتت بالقوه طبعا. نعم. الله يحفظك يا رب. شكرا للتوفيق. يا اهلا وسهلا. اذا نحن نشكر السيد سيف عبدالله بن يوخه رئيس مجلس اداره شركه هايفون تيليكوم. مشاهدينا بعد الفاصل، قريه بلا كهرباء في الهيمالايا والقطب الجنوبي، مغامرات بتوقيع مريم حمادي. مشاهدينا، تجدد اللقاء استكمالا لفقرة مساء الإمارات، والآن مع أجندة فعاليات اليوم الوطني الثالث والأربعين. تنظم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فعاليات كرنفال دبي لريادة الأعمال، وذلك في 30 نوفمبر في مركز وافي سيتي سنتر في دبي. بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني، ينظم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني فعالية تحطيم الرقم العالمي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لرفع العلم الإماراتي الذي يشارك فيه 1000 طالب إماراتي، وذلك يوم 30 من نوفمبر الساعة 9 صباحا في نادي أبوظبي للفروسية. احتفالا باليوم الوطني، تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق فعاليات العرض المسرحي الغنائي دولة الإبداع، وذلك في جزيرة العلم في 2 من ديسمبر الساعة 7:30 مساء. طبعا كانت هذه يعني فعالياتنا لليوم. أما بعد قليل طبعا نحن نأخذكم كما عودناكم كل يوم، بنأخذكم مع أخبار العين الساحرة. أخبار وزارة الداخلية في العين الساهرة برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة اليوم الوطني ال43 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي أقيمت في مقر الوزارة. حضر الحفل اللواء الدكتور ناصر الخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخيالي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، والقادة العامون للشرطة بالدولة والمديرون العامون، والعقيد الشيخ محمد بن طحنون مدير مديرية المناطق الخارجية بشرطة أبو ظبي، والنقيب الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد والعنصر النسائي العاملين في وزارة الداخلية. أكد العقيد سلطان عبد الله الخيال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة أن الحوادث المرورية وخسائرها البشرية والمادية ترتبط بسلوك السائق، والذي يشكل أعلى نسبة في وقوع الحوادث بسبب التهور وعدم الاكتراث والمخاطرة العالية، ولذا فإن الدعوة إلى الالتزام بالأنظمة المرورية وعدم الاستعجال واحترام حقوق السائقين والمارة وإعطاء الأولوية حسب قواعد المرور يفترض أن تجد الاستجابة لدى السائقين، وهي دعوة تصب في الجانب التوعوي الذي تقوم به أجهزتنا الأمنية، ونحن من خلال ما نقوم به من حملات توعوية نسعى جاهدين للتقليل من تلك الحوادث، وأن على مستخدمي الطريق أن يدركوا أن المسؤولية القانونية والمجتمعية التي تقع على عواتقهم تجاه الشارع وأنهم في منظومة المرور في الدولة ويجب الالتزام بها، موضحا أن ما تقدمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة المرور والدوريات من برامج توعوية يقلل من حدة المخالفات المرورية التي تنتج عنها وللأسف حوادث مأساوية نشاهدها من فترة إلى أخرى. عقدت الإدارة العامة للعمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان يوما مفتوحا لموظفي الإدارة في معهد تدريب الشرطة التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان بحضور العقيد راشد مجلاد مدير عام الإدارة وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد. وقال العقيد راشد مجلاد إن فعالية اليوم المفتوح يتم تنظيمها بشكل مستمر بهدف الالتقاء مع منتسبي الإدارة الذين لهم الدور الكبير في مشاركتنا النجاحات والإنجازات التي تحققها القيادة العامة لشرطة عجمان على مدار سنوات عملها الطويلة، وذلك بفضل تبادل الآراء والأفكار والمقترحات بشكل دائم، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة والعمليات وتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان على مستوى مدينة عجمان. نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة ملتقى لا للعنف ضد المرأة، وذلك في منتجع وجزيرة سبالمرجان برأس الخيمة تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق يوم أمس 25 نوفمبر الجارية. يأتي هذا الملتقى للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة باعتبار أن العنف ضد المرأة هو عنف شامل ضد المجتمع، وهو شيء خطير ويهدد هلاك مجتمع كامل على المدى البعيد، لذلك كان من اللازم توجيه كافة المنظورات البحثية المختلفة للوقوف على مواطن العيب المؤدية لممارسة العنف ضد النساء، والذي يعتبر قضية مجتمعية يجب محاربتها. ننتقل معكم مشاهدينا بعد وزارة الداخلية إلى فقرة المنوعات، الصيد بالصقور من الهوايات الممتعة التي يحبها أهل الإمارات. خلينا نتابع هذا التقرير مع الزميل يوسف المعمري. نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الفقره الخاصه والمتميزه عبر برنامج مساء الامارات، فقره الاماكن. احنا اليوم فقرتنا مختلفه نوعا ما عن باقي الفقرات السابقه، احنا موجودين في منطقه اسمها سيح الشعيب. اليوم راح نشوف كيف الصيد بالصقور بيكون وضع يعني قولا وفعلا. احنا قبل كم من يوم صورنا يعني نظري، لكن اليوم راح تشوفون معانا الصيد فعليا مع شباب متميزين وصقارين من دولة الإمارات. تابعوا معانا هذه اللحظات الشيقة، نتمنى لكم متابعة مميزة. زين ابو سعيد، الحين احنا شو بنسوي؟ الحين طال عمرك بننسر الطير منها طبعا. فنحن نسره نسير بس، لا بعدنا شوي نسره نسير من صيده. واذا الواحد انه بيهد على صيد يعني بيهد ثاني مره ينسره شوي. نعم بصيد على اساس انه يهد ثاني مره. نعم. لا احنا ما شاء الله اليوم طيور كثيره عندنا. نعم الحمد لله عدد وايد. خبرني شو تسوي للطير؟ صور خلاص الحين عزلناه و الكميه هاي اللي يعني تسده. ها نعم تسده، هاي نسير ما تسده، لكن اللي بيهد لا مع الشاب كيف؟ نعم مع الشاب يكون الحين هاي نسير بس، نسير بس. ها اوكي نعم هاي نسير الحين. نعم و الحين هاي نسير، هذا بامكانه انه ينهد مره ثانيه. ينهد مره ثانيه وثالثه. نعم، خاصه اذا كان طير عنده لياقه ما يهم. اذا ما تعشى ينهد مرتين ثلاثه. نعم. لكن من تعشى خلاص. من تعشيه خلاص يغتني الطير، الطير يصيد لعمره، ما يصيد ما يصيد لك انت الصقار. يصيد لنفسه. فانت شو تسوي؟ تنسره نسير على اساس انه ما يتنكل الطير، بعض الناس يصيد عنده الطير شله من الصيده. نعم. وهاي تخرب الطير، خلاص الطير يعرف انك انت مو صافط له ويطبع طبع مخالف. ولكن اذا انت صدت تنسره نسير يذوق الدم شوي. نعم. وخلاص. بس اذا اول صيد له لا خليه يتعشى. نعم تعشيه اذا اول صيد. نعم اذا اول صيد له. ان شاء الله بعد اذا لقينا حبر نعزل نحيات نهدها قدامكم. زين زين. نعم نحن معاكم ان شاء الله كل المواسم، ما عندنا مشكله. مرحبا بكم. يا مرحبا. الحمد لله العام والسنه فكوا حبر المحميات، ساعدت الصقارين على ممارسه هوايتهم. الله يطول عمر الشيوخ. امين امين يطول اعمارهم. ما شيء قاصر علينا الحمد لله رب العالمين. من هذا التقرير. وكل الشكر مرة أخرى للزميل يوسف المعمري على هذا التقرير. أقول اليوم إحنا ما طلعنا بحلقة، الحلقة اليوم كلها حق يوسف كانت. لازم عنوان تحت رعاية يوسف المعمري. يستاهل أبو خالد. طبعا مشاهدينا من الآن ومع شباب الدار، شابات الدار بعد اليوم يملأها حب المغامرة وتعشق كل ما هو غريب. قادها جموحها إلى القطب الجنوبي وسافرت إلى أقاصي الأرض وهي تحمل حب الوطن لترفع اسمها عاليا. إنها مريم الحمادي معنا اليوم، ندخل معاها إلى عالم مغامراتها. حياك الله يا مريم. يا مرحبا بك. حياك الله يا مريم. قلنا مغامرات، قلنا شيء، بس شو مودنك القطب الجنوبي؟ قاعدين نشوف باي ذا واي مرة على طول دخلنا في الموضوع، احنا حاميين الشباب وخبرينا شو الصور. هي فكرة القطب الجنوبي يتشي صدفة. زارنا نعم. العالم روبرت سوان هو أول رجل يروح القطب الجنوبي القطب الشمالي. نعم. كان عندنا في الكلية ويتكلم وهذا، ويومها أنا أصلا كنت تعبان وما في يعني ما كنت أسمع له. آخر هذا كان وايد يعني يفتخر بالشيء اللي هو سواه، ونحن وسوينا. قلت له أوكي أنا بعد أقدر أسوي، أنا بسير. طالعني قال لي أنت بتسيرين؟ قلت له هي. قال زين سجلي. شيء إن أخذها إنه يعني إني أنا من المنطقة الغربية، شو بيوديني في نص الحر هذا وين بيوديني؟ في نص الصحراء. فسجلت الحمد لله. بعدين قعدت أدور سبونسر ورعوني يعني شركة الحصن للغاز. حلو. ورحت عاد أول سنة الله ما وفقني. صار عندي كسرين. بسم الله العالمين والسلامات. كنا نتسلق جبال في مدينة إشواية اللي تعتبر آخر مدينة في العالم. رجعت قعدت 5 شهور على كرسي متحرك أتعالج وهذا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بعدين كان عندي 3 شهور أتعالج علاج طبيعي. عقبها 3 شهور كان عندي 3 شهور إني أسجل في المغامرة مرة ثانية. هي. نعم. عاد أنا كنت أبى أسير، لأن قبل ما أروح المرة الأولى كل حد كان يقول لي عاد أنت من وسط الغربية بتسيرين شو اسمه؟ أصبح تحدي بالنسبة لي. صار تحدي بالضبط. قلت لهم أنا بسير وبوصل بتشوفوني. يقول لا ما ترومين. يوم انكسرت ريلي ما كنت زعلانة والله عشان أن أنا ريلي انكسرت، وإني شيء إني أقول في خاطري إني يعني كلامهم بيقولون ما سمعتي الرمسة وهذا. فعاد أنا 8 شهور الحين قاعدة ما سويت ولا أي رياضة ولا أي شيء. قعدت 3 شهور شديتها عمري والحمد لله ما شاء الله. سويت فحص طبي وكنت لائقة ورحت مرة ثانية. هذا الإصرار والعزيمة. يعني نفهم مريم ان كانت هذه كان هذا التحدي، خليني اسميه هو بداية روح المغامرة. حرك فيك شيء؟ هو الكلام اللي انا سمعته انه والله ان انت إن فيها تصغير شوية يعني انتم وايد عليكم تسيرون مولات وشوية تمشون وتردون وقاعدين في البيت وهذا. نعم. كنت بأثبت للعالم أن المرأة الإماراتية والعربية بشكل عام قادرة على أنها صحيح. توصل وتحقق إذا تبى، إذا ما تبى هي لأنها مرتاحة، ليست لأنها لا تستطيع. نعم. شو خاطرك تغامرين بعد قطب جنوبي وسرتي شو؟ سرت بعدين شوفي يوم رديت من القطب الجنوبي قعدت أفكر أقول يعني أوكي أنا رحت القطب الجنوبي وبعدين مريم لازم تسوين شيء يعني. الحمد لله أنا رديت، الدولة كانت فخورة والشعب كل حد مستانس علي. انزين وبعدين فعقب 2 شهر وصلني ايميل من رجل هندي اسمه بارس لامبو. كان يهنيني اني انا وصلت القطب الجنوبي، بس كاتب لي كونجراتيوليشن وبعدين مريم احنا عندنا مغامره بتسيرين ولا لا؟ اوكي. فقعدت انا يعني اساله كيف وين وهذا وشو هي. فطلعت فكرة جديدة ما في أي عربي قبل سواها، وحتى القمة اللي نحن بنسير لها ما في أي عربي وصل لها. نعم. فشي تعرفين أني أنا بكون أول وحدة في شيء. نعم. هي يعني استهوتني الفكرة. اتسلقنا قمة في جبال هيمالايا اسمها هونغ سكايلا على ارتفاع 5000 متر. جميل. الشيء الثاني اللي جذبني أن نحن بنروح نوصل الكهرباء حق يعني خدمة يعني هي قبيلة عايشين في نص جبال هيمالايا لين شهر 8. تخيل أن ما كان عندهم شيء اسمه كهرباء، ما يعرفون عنها، ما يعرفون يعني. سبحان الله. فقعدنا نحن 4 أيام نمشي ونتسلق عشان نوصل حق هاي المدينة. نعم. القرية كل اللي ساكنين فيها يمكن 50 شخص، فيها 3 بيوت. سبحان الله. حياتهم جدا بدائية بسيطة. نعم. يعني وايد بسيطة، حتى في يعني واحد من المواقف اللي تضحك، كنا راقدين الصبح ونسمع صراخ، فنشيت اني مش قادرة ارقد. يوم نشيت شفت ان حرمة واقفة فوق البيت تكلم الحرمة اللي في البيت الثاني بالتليفون، ما عندهم ولا تليفون ولا شيء. زين انا برجع لمريم الحمادي، يعني انا مركزة على روح المغامرة اللي عندك. يمكن انا بسحب على السؤال من عبد الله، يعني نحن يزيد فضلك، نحن ندري ان هاي المغامرات او هاي الانشطه تحتاج الى يعني قوه جسديه، نسمع دوم ان اللي تسووها واللي راحوا واللي غامروا ريايل، فكيف استطعتي انت كانثى اول شيء اوكي عرفنا في اصرار تحدي كبنيه جسمانيه وقوه جسديه، ما واجهتي شوي صعوبه؟ ما حد انتقد كيف بنيه تطلع تتسلق جبال؟ هو شوفي في البداية قلت لك أنا كل حد كان معارض وكيف وما ترومين وما تسوين. هالشيء خلاني أنا بعد إنسانة كسولة ما أسوي رياضة، فهالكلام خلاني إني أنا كل يوم أطلع أسوي رياضة. أنا في يعني من سكان مدينة المرفأ، نحن ما عندنا شيء حتى يعني الخدمات فيها قليلة. نعم. فكنت أطلع أمشي، عندنا هضاب في المرفأ، يعني إني أحاول. أنا بقول لك نقيان عندكم ما شاء الله بال. ما شيء. لا نقيان. هي مرة هذا بسيارة رادة سيارة رادة، أحلى رياضة هي، فالحمد لله يعني. ومرات كنت أني أسير بظبي فإذا بالرياضة رفعتي اللياقة عندك، ساعدتك على التسلق. اللي قبل شوي خبرتنا عن موضوع هو كان مغامرة خديجة، لكن هو في الأصل كان عمل يعتبر عمل تطوعي. عمل تطوعي. شو من أعمال تطوعية أخرى خارج الدولة وكان فيها مغامرة؟ خارج الدولة رحت قبل هاي المغامرة بيوم، كنت رادة من دولة الكويت، كنت سايرة مع جمعية سواعد الخير. حلو. كنا رايحين الكويت، كان عندنا بعض الأعمال التطوعية. جميل. منها زيارة الطفلة زهر اللي هي عندها مرض الانحلال البشري. وبس المفروض يعني يكون عندنا أعمال تطوعية ثانية في أفريقيا، بس بسبب المرض اللي الحين عندهم فوقفنا ما قدرنا. يعني نسوي. أصبحت مريم الحمادي الآن مطلوبة. ومعروفة، لا معروفة يعني ما شاء الله مطلوبة بمعنى أن إذا هناك عمل يعني في مغامرة وفي نفس الوقت هو عمل اجتماعي تفاعلي أيضا، يعني تجيك الدعوة مباشرة. أصبح أكيد. معروف أن عندك إمكانية وتروحين ما شاء الله. روح التحدي عليك. كلمة أخيرة نختزم فيها حوارنا وحلقتنا معك، كيف يمكن أن تثبت الفتاة الإماراتية أنها قادرة على التحدي باختصار مريم؟ شوفي أنا متأكدة أن في داخل كل وحدة هدف وطموح. نعم. بالعزم والإرادة تقدر تسوي كل شيء. بس شوفي في بعض الناس أو مثلا بعض النساء هم بنفسهم حاطين حاجز. أنا أقولها نحن في دولة الإمارات الحمد لله بلادنا بلاد عز وخير وعطاء. صحيح. مجرد أنك تفكرين بشيء وإذا كان يعني شيء صح ما يوقفون في أن يعني ما يترددون دقيقة في أنهم يدعمونك. أنا أقولها اكسري الحاجز، حققي بصمة، ارفعي اسم الامارات وارفعي اسمك كأنثى اماراتيه. جميل. ربي يحفظك يا مريم، ما شاء الله عليك، وان شاء الله نتمنى انه يكون في همه مثل همتك. الحمد لله. الله يسلمك. شكرا لك مريم. اذا نشكر. تفضل. يلا اذا نحن نشكر وكل الشكر طبعا لمريم الحمادي على هذا التفاؤل الدائم والايجابيه اللي موجوده وياها، والحمد لله مثلت الدوله، تعتبر رفعت علم بلادنا في اماكن عده والحمد لله نشكرها كل الشكر. اما نحن مشاهدينا نصل الى ختام حلقتنا اليوم، لقانا معكم باكر ان شاء الله في امان الرحمن. إذا مشاهدينا مع مريم الحمادي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وباكر يوم الخميس سهرة فنية مميزة وخاصة، مفاجأة ما بقول مع منو، وسيعلن عن اسم الرابح اللي حاز أكبر نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب. تصبحون على ما تتمنون.